اي بي بي اي لك اي ال بي. خلاص شو بدك انت؟ خلاص سويتي اليوم حكيك يا ماسنجر يا سكايب. خلاص ولا يهمك حبيبي، بروكسيات عندي ولا يهمك للصبح. لا ليكي ليكي بيبي، خلاص روحي بحكيكي بعدين. ايه خلص روحي اجى الاستاذ، اجى الاستاذ. باي 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 باي، روحي باي باي باي. محجوب؟ لك محجوب؟ لك بصر معه حكيك. شبك يا زلمه رد علي. لحظه لحظه، ما تمحشي ما تمحشي بشرفك. ايوه شو هاي؟ عشقانه يا اطفال؟ عشقانه يا مان؟ مين هاي؟ رسميه. ايه فهمت رسميه، بس يعني هي عباره عن شو؟ اسميه وخلاص. شبك يا زلمه، ايه صارحني، مو انا رفيقك وحبيبك؟ يعني اختك، امك، حبيبتك، يعني اللفايه تبعكم، مين هي؟ والله فاجأتني. لا تقول عنا لفايه. ايه خلص روق محجوب، شبك شبك عم بمزح معك انا. خلص انت روق هلا وخليك كول وريلاكس هيك، واحكي لي القصه من الاول بشرفك. لك شبك انا محجوب، خلص احكي لي، مو انا رفيقك وحبيب قلبك رامي؟ لك مو انا الوحيد اللي قبلتني اقعد جنبك بالمقعد وتحمل ريحتك اللي بتفطس؟ حبيبي يلا احكي لي. لك لك هي رسميه، رسميه الحب. لك ان شاء الله بتقبرني دبل. لك هيدا ولا وجع الوش. المهم هلا طمني، هي حلوه شي؟ طبعا حلوه. يعني قديش حلوه؟ كتير يعني شلون خلود؟ بس يعني خلود اهم منك شوي كتير. ايوه خرب بيتك على الزوق. شو قلت؟ لا لا ما في شي حبيبي، عم قلك يعني انه هي بتبادلك نفس المشاعر، يعني في هيك في لاف، في حب بيناتكم. مش ضروري. يخرب بيتك شو طرش، يعني شيء طبيعي انه الواحد بس يحب الوحده لازم هي الوحده تحبه مشان يتجوزوا ويتفقوا ويجيبوا عر اولاد. شبك هي ما بتعرفها. لك يا اخي شو دخل؟ محجوب حبيبي طلع فيني، ركز معي شوي. يعني هيك انت لما بتكون قاعد بينك وبين حالك بالليل هيك برومانسيه وصفاء وبتغمض عيونك بدك تنام، هيك بتشوفها قدامك يعني. لك عمي هي بيتها بعيد عن بيتنا، شلون بدي اشوفها؟ بيتها بعيد؟ يا سيدي فعلا انك طرش. بعدين طلع لحالك يا زلمه، يعني شو بدك تحب فيه؟ مو لتكون شكلك شكل بني ادم بالاول؟ وليش بقى ماني بني ادم عمي؟ لانك بحياتك ما تحممت حبيبي، بحياتك ما شميت ريحه شيء اسمه صابون، سمعان انت بالاختراع اللي اسمه صابونه؟ الله يسامحك. يا سيدي الله يسامحني، تضرب هالموديل. اسمي على راسي. مرحبا دكتور. معليش ردي، كيفك اليوم؟ الحمد لله منيح. تفضل شوف. فرجيني لشوف. شو دكتور؟ لا ما في شيء، بس راح اغير لك الشاش وهي العملية راح تستمر كم يوم. عملية شو دكتور؟ قصدي عملية تغيير الشاش. ايه ماشي دكتور. ومثل ما احنا شايفين يقع حوض النيل في الجزء الشمالي الشرقي من القارة الافريقية. هاي حوض النيل شايفينه؟ مو هو احلى؟ ممتدا 36 درجة عرض واربعة طول. سننتقل الان الى بلاد الشام. حقولي السهم بدي اشوف. وريني اتذكر. والله مظبوط شغلنا. هاي بلاد الشام. قوم يا ابني يا غسان، قوم وقف. مرني عيوني. ان شاء الله ما بيغمر عليك ظالم. انت لي ثلاث انهار من انهار بلاد الشام يرد عليك. مضطر عليهم يعني استاذ، لازمينك؟ يا اخي خليص، انت مو بايدك خليص. ضروري. اللي يا يعني اشوف. عندك نهر عيشه استاذ، نهر الكلب كمان استاذ، وفي نهر النيل. لك النيل ان شاء الله بتزرق اصفاحك. لك شو جاب النيل؟ ما بتعرفه معقول استاذ جغرافيا ما بتعرف النيل استاذ؟ الله لا يعرفك بحكمه. انا ما بدي اعرف نهر النيل، طالع عندي لاشوف. لوين العزم؟ لوين يعني؟ لعند المدير. ايه تعال راسي. يا زونتي عرفت لنا مين اللي فسد علينا الشرطه؟ انا كاني عرفته. انا مو عرفته، انا متاكد منه. موجود في بلاد الشام، وإنما هو في مصر ومن مصر إلى السودان. أستاذ بس سؤال، أقعد ولا بضلني واقف هيك مثل خيال الماتة؟ لا حبيبي عود عود عود، تكبر قلبي مع النظر، تكبر قلبي مع النظر. نرجع للدرس. شكرا أستاذ. سننتقل إلى البحيرات.
عافاك. بكرة بعد المدرسة مر لي عندي مشان أغير لك الشاش. على راسي يا دكتور، شكرا. الله يسلمك، وسلم على ستك وقلنا لعب تقلع عليك. ماشي يلا بالإذن. شادي. أيوة دكتور. لعب تمشي تحت الشمس قد ما فيك بعد عنا. ماشي يلا بالإذن. الله معك. إن شاء الله تشعل. ما في أمل. الله يرضى عينك يا رامي. والله كانت عم تشتغل. لا هي ما لها حل بنوم، لازم اخذها عند الشيخ. بركي بحكي مع امي تاخذها عند الشيخ ان شاء الله. الو. مرحبا امي. اهلين امي. لقيت لك بنت بتطير العقل لك امي. هي صحيح مطلقه بس بنت ناس اكابر اكابر. مطلقه يعني منيحة؟ منيحة، منيحة كتير. طيب إمتى فيني شوفها؟ أنا اليوم رايحة لعندن حبيبي، بجيب لك صورتها وبتشوفها، منيح؟ الله يخلي لي إياكي يا أمي، بركي بتجوز بقى وبخلص من القصة. يلا بدك شي حبيبي؟ بدي سلامتك، أي صحيح أمي شو طابختي لنا؟ تقبر قلبي، عملت لك اليوم حراق بصبعه. يسلم إيديكي، يسلم إيديكي. الله معك. أمي دقيقة دقيقة. بتعرفي لك شي الشيخ هدول تبعت الحجابات والقصص؟ لا ما في شي بحكي لك بس شوفك. يلا الله معك، مع السلامة. مع السلامة. مطلقة مطلقة شو يعني؟ والله بجوز تكون أحسن من كل هالبنات. خلينا نشوف الصورة ونتكل على الله، إن شاء الله تكون حلوة هيك تسعدني وأسعدها وغني لها. طعميتك بإيدي عسل ولوز. لك عملك إن شاء الله ما تشعلي إيه؟ طرابلس. هات الكتاب لشو؟ وديني على الخريطة. طرابلس استاذ ليك ها؟ هاي الخريطة، هاي ليبيا طرابلس. شاطر. كلها. بدي اسألك سؤال. هاي. خبصت لي شي تخبيصة ومرقيت. أنت استاذ؟ إيه. هلا الدرس الماضي قلت لنا إنه عاصمة المغرب هي نواكشوط. عاصمة المغرب هي نواكشوط، بس هي مو بنواكشوط، هي الرباط. هي الرباط. الرباط. مظبوط. قال شو قلت؟ قلت نواكشوط استاذ. نواكشوط. ايوه رد عليك، ما في اشطر منك الدفع. ما قلت الدار البيضاء وكذا وخلاص. لا 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 لا، ان شاء الله بتبيض كل ايام مقفول. يلا لا اجى راسي يا شباب. يرضى عليك، يرضى عليك يا محمد. خلينا يا اقول نبي عمرك بدنا نحكي هيك كلمتين على الهواء. تفضل. أنا شفت لك القصة من فوق وشفتها من تحت وشفتها يمين وشفتها شمال، ما زبطت معي. ليش كمشنا للشرطة؟ والله يا حبيبي يا زوري ما بفهم عليك. أنا والله أستاذ عندي القصة. شو هي شفتها يمين وشفتها شمال؟ أستاذك هذا الكيس. زوري عيب يا حبيبي. هات الشرطة.
خليش اجاوبني على السؤال الاول. ولا حد حدا بيحكي معه. خلاص عيب استاذنا هذا. تفضل استاذ. زي الشرطه يا حبيبي. بس انا الشرطه استاذ. بس سؤال، ليش كمشنا الشرطه؟ وحرام عليك، ليك شو ابرياء يا حبيبي. يا بس هي انت غميز يا اخي، بس في عندك فتاحه يعني عم راح تضرب معك. شو اسمه؟ وقفوا وانتهوا تعالوا تجمعوا. وزارة التربية تقول إن قرع الجرس يجب على الأستاذ مغادرة الصف. هذا القرار سمعته أنا هذاك اليوم. شو محجوب؟ مرني عمي يا زلمة. صباح الخير. صباح النور أستاذ. أهلين. أهلا وشرف. شو اسمك؟ بس على خاطر الموضوع. خير. ماشي خلص. لا. مين؟ لا. شو عاملين مع الاستاذ عدنان حتى طالعين بالصف رقد؟ استاذ مو عاملين معه شيء. هيك لك اللي حاله طالع رقد بدون مناسبه؟ استاذ اليوم عيد ميلادي وانت معزوم اليوم الساعه 8. ان شاء الله كل سنه وانت سالمه. ومين عازمه كمان؟ انت والاستاذ عباس والانسه مايا. ايه والمدير مو عازمتي؟ لا استاذ مانو معزوم لانه هو اللي كمشنا للشرطه. هذا الكلام مو صحيح، ولا يكون بيعلمكم انه الاستاذ عماد هو اللي اتصل بابوكي لحتى يروح يطالعكم. يا شباب الأستاذ عماد كان رح يبكي وقت صارت معكم القصة. عن جد أستاذ؟ ولو ليش أنا في العادة أكذب عليكم؟ إذا أنت قلت هيك معناتها رح روح أعزمه هلا. هي بيكون أحسن، هلا بعد الحصة بتروحي تعزمي. طلعوا هالكتب خلونا نبلش بالدرس. وين منك أستاذ بالله؟ حسنان في شب رفيقي بيعرفوا الأستاذ حسان. مين هو؟ أبو الحروف أستاذ، تذكرته؟ إيه شبه؟ لا بس هل استطيع ان اتي به الى عيد الميلاد؟ شو استاذ نعزمه؟ اللي بدك اياه. لعيونك ابو الغوص. صديقة بحق. اسمع لهلا غسان، اذا بشوف طقم اسنانه لابو الحروف تبعك اقسم بالله قالب لك عيد ميلادك تمسايا. روي يا زلمة روي. شباك شو ماتا وما ماتا؟ يلا شباب افتحوا هالكتب لشوف. ولكن شغله؟ سمعت انه منى اخذت رقم الممثل عمار صواني بس بدون ما حدا يشوفها. بتعملها وبتعمل ابوها. لك شو معلق هذا السحاب يعني؟ ليش هيك؟ لك اتاخرت على ستي وبعدين عن جد غسان يعني انت بدهم ينصرفوا هدول بقى؟ هدول ما بينصرفوا. ما بينصرفوا؟ شو يعني؟ ما فهمت. حبيبي رح فهمك. انا امبارح مارق من هون هيك مشرب مبسوط بتطلع هيك هيك بتخطف عيني هيك لاقي لك بنت حلوه مثل القمر عم تعمل لي هيك. عملت لها هيك رجعت عملت لي هيك وراحت جاي اليوم لحتى اشوفها. طب المهم ايمتى بينصرفوا هدول البنات اللي عملوا لك هيك؟ لك هدول ما بينصرفوا. لك شلون؟ انا حلق. لك بس إيه بتعرف تقرا انت؟ لا. ما بتعرف؟ لا. انت بتعرف تقرا؟ شوي. طيب اقرا لي هون شو مكتوب؟ مدرسه الخنساء الداخليه الخاصه للاناث. لك لا بتعرف تقرا. ولا غسان جايبنا على مدرسه داخليه انت؟ الله يلعنك بأغلظك. إيه الله يلعنك بأغلظك. خدو 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 واحد نشي امي شلون مسموعيات البنت؟ البنت آدمية ما عليها حكي بنو. صحيح ينطلق بس بنت ناس أكابر. موافق. لك هيك يا أمي موافق على طول؟ ما بيصير. تروى تروى يا ابني، مو دشني دشك العافية. يا أمي محروق قلبي على ما يجيني شي صبي، محروق قلبي على ما أتجوز، مو جاي عبالك تصيري ست كمان أنت التاني؟ يعني أنت موافق؟ تركني هلا كمل الفيلم، بكرة بنحكي. طيب أمي مثل ما بدك. شوفي كل الأفلام اللي بالعالم بحق لك. حلوة والله يا أمي حلوة كتير. دعي لي أمي. إذا خليته يتجوزها بكرة ما بيدير باله علي. لك شو بدي أعمل لحتى خليه يكرهها؟ حلوة كتير أمي، لا تبحلقي فيها بتروحي بركتها. لك يا زنبوع قادر ملي خلص أخين البريق. علي شرف
شلون ابو الحروب؟ علي غسان، علي غسان، معلمي علي الواي، شلونك؟ الله يسعدك معلم. هذا رفيقي طارق، قاعد معي بنفس المقعد. علي طارق هون اسمه يزن، مو رفيقي، رفيقي رفيقي مبلا مبلا. علي ابو اليزوم، علي بالشباب محسوبكم فايز، بيقولوا لي ابو الحروف اي شيء بيواجهكم عندي. ها ابو الفوز زلمه كفو ومعدل يعني وبضاي. بدي اسالك معلم، شو عندك هلا؟ والله ما في شيء، قاعد مع هذا زنبو. طيب قوم خلينا نبهدلك بدا شده. ضنيب ولا تريكس؟ تريكس. يلا تريكس تريكس. لك هي لاي تريكس لعبه ولاد صغار. اول شغله هي ولاد براسك، ثاني شغله شو قصدك يعني احنا اولاد؟ لك شو بك انت يا حبيبي؟ ليش معصي؟ نزل ايدها ووزنها، الله يوفقك. ليه ضحك؟ عجبني هذا. الله وكيلك هيك يا ابو الحروف، دائما معصي. ابو يزن، يزن ابو الحروف زلمه كفو وبيعجبك. أهلين بالأبضاي، بس هي هذا ما حبيته منك بنوبة. أهلين بالحبيب. أهلين أخي، امشي نروح على القهوة إذا ما عندك مانع. سيد يزن شرفوا. يا زنبع هذا أنا ولا إيه؟ ضب وسكر روح عبيتكم. يلا لك شرفوا. شرف. يلا باي زنبع. بدك شي بابا؟ ورايك بابا؟ بدي غير أبو عيون وزل مع دفاتي على القهوة. بابا حبيبي، أنا مالي ضد روحاتك وجياتك، يعني بصراحة أنا صرت مشتهي شوفك عريس وشوف ولادك عم يتفتلوا حوالي. بابا رجعنا نحكي بنفس القصة. بابا هذا الموضوع عندي مثل زهرة طاغور، يعني محسوم. أوكي بابا no problem، محسوم محسوم، بس خلينا نحكي بالقصة بعدين. مثل ما بدك. عن إذنك. الله بابا. حلو هذا الحكي، هذا الحكي. شو بدنا نعطيك يا زينة؟ شو بدنا نعطيك يا زينة؟ اهرو لشوف، اهرو تعود. شيل حبيبي شيل انت. ايوه هذا الحكي النظامي، شو بدك تفتح؟ بس بس عافي مافي مافي. لا لا ليش بس هذا؟ ولك ليش عم تفتح كبة؟ ولك شو قدرك على قدك وفتحت كبة الختيار معي؟ حبيبي بدنا عالم تعرف تلعب. عمينا بايت بدنا عالم تعرف تلعب. قلت والله انت ظريف، والله عبيتها يا زلمه. مرحبا يا شباب. استاذ حسان تعال شو؟ يا اهلا وسهلا، محسوبك حبيب ملقب ابو الحروف، اي مشكله بتواجهك عندي. اهلا وسهلا فيك، انا حسان استاذ الانجليزي للشباب بالمدرسه. يا ويلكم والله، تفضل العب محلي. يا حبيبي كنا فيك صرنا بحسان ما بيعرف يلعب. لا لا اصلا انا ما بحب العب معه، يعني هو عصبي ولئيم كثير باللعب. هلا انا عصبي ولئيم؟ يعني هو مو لئيم بس يعني شوي بيلعب جدي، انا ما بحب هاي الجد. لك والله انت نافي، لك حتى استاذك ضابعه. لك شوف حبيبي، بالمدرسه شيء وهو شيء، يعني بالمدرسه هن طلاب وانا استاذ، كثير جديه القصه. اما هون يعني شغل شباب رفقات، بوش بوش يعني. شو رامي جاهز؟ للصبح معلم لعيونه. معناتها انا ورامي بدال الدنيا. يلا لبرولو. يلا شرفوا. لحظة لحظة لحظة، أنا معك ما عاد العب، اطلع من عمري اطلع من حياتي. يلا والله روح مري بروح حميد. يلا حميد. لا حميم شو ميوش ساعة لا تجي تتعشي؟ لا عليكني. يلا اجيت. صحيح ليلي حجزتي؟ ايه بكرة مسافرة. الله معك تروحي وترجعي بالسلامة. سوينك لا تطولي علي، أنا بدي أخلي لوحدي هون. لا حبيبتي ليش أنا فيني بعد عنك؟ رايحة يوم سلم على أهلي بجيب شوية مصاري وبرجع لك. بتعرفي سمورة لو ما عندي شغل كنت حجزت ورحت معك على الضياع، كنت يعني غيرت جو شوي بس ما بقدر. ايه والله فكرة، بأجل سفرتي إذا بتروحي. لا لا تأجلي لأنه عن جد ما بقدر. يا ريت. يلا امشي امشي ناكل. وتخانق يزن هو والمخرج، وشوفي شو صار بقى. إجا المخرج وجايب لنا الشرطة وشحطونا على المخفر، وإجا أبي فات على المخفر وصرخ لك صوت بكل هالعالم، كل شي فيه عناصر هربوا مثل الفيران. شو شفت حالي فيه قدام رفقاتي يا خالته؟ الله يخلي لي يا رب. طيب حبيبتي يعني ابوكي ما خانقك؟ وليش بده يخانقني بقى؟ وبعدين ابي ما بيخانقني. يا روحي انا مو هيك قصدي لك، بس لانه القصه فيها مخفر شبكي. هو بيعرف انه الحق معي، ليش لحتى يخانقني؟ هي اجا اجا ابوكي. اهلين اهلين بابا. اهلين بالصبايا. يعطيك العافيه. حبيبي الامور. اهلين منال شلونك؟ تمام تمام بابا. عيونه عن جد انا اسفه مشان اليوم. بسيطه بابا بسيطه، بس لا تحطي حالك هيك مواقف. حاضر بابا. اختك حياه حكت اليوم. ايوه وشو بدها؟ كانت عم تبكي. خير شو في؟
الجوزة ضربها. الله لا يوفقك يا أبو سالم، أنا من وقت ما شفته لهالزلمة ما شفت الخير، بس أنت أصريتي على هالجوازة. شو بدها بهالحكي هلا؟ قال احكي معاها بدها إياك. نحكي معاها. تعي يا حنان. لك حنان. هاتي الموبايل. تفضل أخي. لقي أنت بدي أخلص منك قلت لك الدبقة. هذا أبو سالم أنا من وقت ما شفته ما طلته. الو انا حياه لك ليش عم تبكي؟ متقلبين ليشهدوا موت الذي احيا البلاد عداله منه. وانا والله يعطيك العافيه استاذ راما. استاذ انا حاسه بس ما عم بقدر اتذكر. الله يخليك اخر مره ما عاد. طلعي لبرا وشك للحيط استاذ. اطلع بس بدون ما تعرف امي بشي. طلعي لبرا وشك للحيط. ياسمين. نعم استاذ. طلعي لبرا والحقي رفيقتك. بس استاذ انا حافظه. بعرف انك حافظه مشان تعرفي تكبي العلكه قبل الدرس. وشك للحيط. تحركي. ما تروح حافظين ما؟ طبعا مبهدليني وين ما رحت. وينك لهلا ولا؟ استاذ بس معلش شوي بس استاذ انا عم توجعني اذني. عم توجعك اذنك؟ جرب هيك شلون؟ وينك لهلا؟ بس طيب رح اقول لك بس صايره معي قصه كثير غريبه انا استاذ. قول. هذا يا سيدي انا طالع من البيت شفت طفل عم يقطع الشارع هيك بريء وفي سرفيس مسرع تقريبا 600-630 استاذ. حزا شو صار؟ شو صار؟ استاذ بعد عنه للطفل الحمد لله نفذ بس اجى السرفيس بعمود الكهرباء وعمود كهرباء وقع على البيت اللي بجنبه استاذ والبيت اللي بجنبه وقع على البنايه اللي بجنبها وصارت البنايه تشعل هيك شرار حوالينا والعالم استاذ تطلع من البرندات وتكنتك هيك تطلع من البرندات وتكنتك استاذ لانهم فحمات كلياتهم على المستشفى. راما وياسمين بلا ضحك وشكن للحيط. وقديش لك عم تالف بهي القصه؟ يعني تقريبا شي ربع ساعه مسافه الطريق. يعني ليش ما مرقت استاذ؟ يعني والحل؟ راما الحل انك تحكي بصراحه وين كنت. كنت نايم استاذ. هيك عجبتني انك تحكي الصراحه دائما. فوت على مقعدك ولا بقى تكذب. امرك. وهلا بنرجع لدرسنا. شادي قوم سمي. يا يوم قتلي بزر جم يا يوم قتلي بزر حاجة تأتي. اطلع وقف مع رفقاتك. طارق وغسان اطلعوا لعندي لهون حبيباتي اطلعوا. لا يا استاذ ليش؟ مشان تبطل لعي انت وياه. لا يا استاذ الله يوفقك انا ما فيني اطلع لبرا. انا حالف يمين معظم اني ما نام بالمدرسة. اذا طلعت لبرا بتعب بتضربني النعوسة بقضي كل النهار نايم. مظبوط استاذ انا عم اساعده. خلينا هون ننتبه على الدرس. انتبهي العمى ضربك انت وياه. اطلعوا وقفوا لي برا بحاجه لعي. يلا خلصونا يا اخي انت وياه بقى. قوم وقف جزا وخلص ما سيري يا زلمة. اطلع وقف مع رفقاتك. ليش استاذ؟ مشان تعرف تتدخل بشغله ما بتعنيك. تحرك. والله معك حق انا عم دخل قصص ما بتعنيني. هاد الحكي صح. يلا